السلام عليكم أعزائي الطلاب، رجعنا لكم مرة ثانية لحل المثال اللي خاص بموضوع الدبل انتجريشن اوفر ريكتانجلر كوردينيتس. يعني بالنسبة لنظرية فيوبيني الأولى اللي هي إيجاد تكامل الدالة على منطقة حدودها مستطيل، شكل مستطيل. يجيك سؤال مثلا هنا في الاكزامبل 1، كالكوليت ذا دبل انتجرال، شوفوا يعني تكامل ثنائي للدالة على دي اي المنطقة ار. لحد الان ما معرف شيء، لازم يعطينا الداله ولازم يعطينا المنطقه. فور ذا فانكشن، هسه هنا عرف لي الفانكشن 1 ناقص 6 اكس سكوير واي، اوكي. والريجن ايضا معرف لي اياها بالاحداثيات اللي هي اكس بين الصفر والاثنين، واي بين السالب 1 والواحد. هنا نلاحظ انه حدود الاكس الباوندريز هي حدود ثوابت ارقام، يعني اكس تساوي 0 خط عمودي، واي يساوي 2 خط عمودي، الاكس تساوي 2 عفوا، الواي يساوي سالب 1 خط افقي، والواي يساوي 1 خط افقي. يعني لو ردنا مثلا لو ردنا نرسم هاي المنطقة، خلينا نصور اذا ردنا نرسمها، اوكي، هنا عندنا بالبينت مثلا على سبيل المثال، يعني نريد نرسم شيء بسيط. مثلا احداثي الاكس وهذا احداثي الاكس الواي، اكس تساوي صفر. لو نفرض انه هو سردنا نرسم اكس تساوي صفر، هو نفس الخط هنا راح يجي اكس يساوي صفر، هذا الخط انتهى. اكس تساوي 2 مثلا لهنا، هذا اكس يساوي 2، اوكي. بعد شنو نجي؟ واي يساوي سالب 1، نرسم خط واي يساوي سالب 1، واي يساوي 1، رسمنا خط واي يساوي 1. بس صار عندي المنطقة، يعني نزلنا لي جوا هنا هسه، هاي اكس يساوي صفر هم نكملها من هنا، جوا اكس يساوي صفر والاكس يساوي 2 وواي يساوي سالب 1 وواي يساوي 1. وين صارت المنطقة؟ هاي المستطيل اللي هو بالربع الاول والرابع، واضح شباب؟ فاذا هسه انا عرفت انه المنطقة مستطيلة، اريد اوجد التكامل. طبعا هنا نكامل، يعني خلينا نعوض هنا نكتب المعادلة، تكامل دبل انتجرال اف اوف اكس واي دي اي يساوي 1 ناقصا 6 اكس سكوير واي، نكتب المعادلة مال الدالة. هسه نريد دي اي نكتبها دي اكس دي واي او دي واي دي اكس بكيفنا. اذا كتبناها دي اكس دي واي نخلي داخلي حدود التكامل مال الاكس والخارجي حدود التكامل مال الواي. يعني هسه لما راح اكامل اول شيء دي اكس، اكامل الاكس لازم هنا اعوض حدود الاكس اللي هي بالسؤال معطيني اياها 0 2، وبعدين تكامل دي واي اعوض حدود التكامل الواي، التكامل سالب 1 1. خلينا نكامل الاكس، بما انه انا قلت لكم نكامل للاكس يعني معناه راح نثبت قيمه منه، ثبت الواي تكامل للاكس مالتي. فنجي تكامل الواحد، طبعا قبل لا اكامل اود ان اشير لكم انه كل الاشياء المتعلقه بمعادلات التكامل بالمرحله الاولى، اوكي، اللي هي قوانين التكامل اللي اخذناها بالمرحله الاولى من تكاملات الاعتياديه لا تكامل الدوائر المثلثيه وغيرها وطريقه التجزئه، كلها تحتاجوها هنا في هذه المواضيع. فلذلك يرجى من عندكم مراجعة المواضيع لأنه كلش مهمة. تكامل الواحد دي اكس، تكامل الواحد تعرفون شنو؟ مو احنا مو تشتغل تتكامل، فإذا تكامل الواحد هو اكس. هسه 6 اكس ناقص 6 اكس سكوير واي، الواي ما لي علاقة بها، اجي اكامل اكس سكوير، اكس سكوير تكامل اكس تكعيب على 3، وعندي 6، 6 على 3 2، إذا 2 اكس تكعيب واي. وراها أعوض حدود التكامل من الصفر للاثنين، يعني أعوض مرة الاثنين ومرة الصفر، بعدني ماني ما مكامل للواي. اذا نكامل الاكس اول مره عوضت حدود الاكس، من عوض حدود الاكس، اكس تساوي 2 من اول مره، اكس 2، 2 ناقصا 2 في 2 تكعيب 8، يعني 2 في 8 16، 2 ناقصا 16 واي ناقصا اعوض الاكس تساوي 0، 0 ناقصا 2 في 0 0 بعد صفرت، ما كتبتها اني هنا، انا ما كتبتها. اذا صارت المعادله 2 ناقصا 16 واي الكل دي واي. لاحظوا مثل ما قلت لكم بالجزء الاول محاضره انه بعد التكامل الاول تبقى حد واحد فقط من المعادله، يعني المتغيرات ماكو شيء اسمه دال الاكس، ممنوع يبقى اي شيء للاكس، او اذا تتكامل اول مره للواي ممنوع يبقى اي شيء للواي، بقت الداله بدلاله الواي. هسه بعد شنو؟ نكامل للواي، ماكو داعي اقول اثبت الاكس، انا عندي تكامل للواي، اي ماكو اصلا اكس، فبالتالي تكامل الاثنين هي 2 واي، تكامل واي 16 واي، يعني الواي شو يصير؟ واي تربيع على 2، 16 على 2 8، اذا يصير 8 واي تربيع. حدود التكامل عوضها من السالب 1 لواحد اللي اصلا معطيك اياها بالسؤال، تعوض مره واحد وتعوض سالب 1، اذا عوضنا الواحد يصير هذا الرقم، سالب 1 يصير هذا الرقم، اوكي؟ فيطلع الناتج مالتي 4. ها
هذا المثال لو تلاحظون طبعا تقدر ايضا تكامل تقول دي واي دي اكس، يعني تقدر انت تجي تكامل الواي اول مره بس تعوض النصف من الوسالب واحد للواحد. شو تسوي؟ تثبت الاكس. هاي لكم ملاحظه، سووا لكم هذا هوم وورك، نفس المثال عيدوا. اذا اكامل الواي اقول يعني اذا التكامل نفس السؤال بس اقول دي واي دي اكس يطلع نفس الناتج، لازم نفس الناتج حسب النظريه. اذا كاملت اول مره الواي راح اثبت الاكس واعوض حدود التكامل من السالب واحد للواحد. التكامل اذا كاملت دي واي هذا التكامل الخارجي يجي للداخل، والداخل يروح للخارج والدي اكس يصير هنا. اوكي، اذا كامل الواي حدود التكامل هنا لازم مال الواي، اذا كامل اول مره للاكس حدود التكامل للاكس. واضحه شباب؟ مثال اخر ايضا شوفوا هنا، if we reverse the order of integration انا ذاكر لكم اياها اصلا، يعني اذا قلبنا حدود التكامل، يعني هذا مو هوم ورك، لسه هوم ورك. اذا قلبنا حدود التكامل مجرد انه راح نعوض دي واي حدود التكامل الواي ورا دي اكس. نجي اول مره المره راح نكامل الواي، يعني نثبت الاكس، هنا ماكو اكس اصلا بس واحد، اذا راح يصير واي 6 اكس تربيع ما له علاقه بها، جعل واي الاكس ثابت، اكامل الواي الاكس ثابت، الواي شو تصير؟ صير واي تربيع على 2، 6 على 2 يبقى 3، اذا 3 اكس تربيع واي تربيع، عوض مره واحد ومره سالب واحد راح يكون عندي هذا المعادله، مره عوض الواحد يصير واحد ناقص 3 اكس تربيع ناقصا الحد الادنى اللي هو سالب واحد ناقص 3 اكس تربيع، هذه كلها تترتب المعادله وتعوض ايضا تكامل الاكس راح يطلع الناتج 4 نفس الناتج مال شوفوا الناتج الاول. اذا اني كامل الدي اكس دي واي طلع الناتج 4، واذا كامل دي واي دي اكس اللي هو يسموه ريفيرس ذا اوردر اوف انتجريشن، ريفيرس يعني عكس حدود التكامل او قلب حدود التكامل او تشينج ذا اوردر اوف انتجريشن فيطلع نفس الناتج. مثال اخر مطيني هسه مباشره بالمعادله، ديتيرمن ذا فولوينج انتجريشن. هسه هنا تشوفون انه السؤال انا عندي داخل قوس داله مطيني اياها وهذه المنطقه، المنطقه شلون اعرفها؟ المنطقه اول شيء دي اكس دي واي يعني منطقه ثنائيه الابعاد، هو قايل لي دي اكس دي واي، اذا هاي دي اكس يعني معناه التكامل الداخلي، هاي حدود من؟ يعني المنطقه وين؟ المنطقه هي حدود التكامل، ترى حدود التكامل يعني اكس بين الصفر والاثنين. والواي شلون اعرف الواي اللي برا؟ لانه اكيد اكيد انه انا عندي معطول اكس التكامل الداخلي فهاي لازم داخلي، وهذا التكامل الاخير وهذا لازم يكون حدود التكامل الاخير. اكس بين الصفر والاثنين والواي بين الصفر والثلاثه، يعني لو تجي على نفس الرسم اللي رسمناه قبل شويه لو نرجع ونعيد ونرسمه كله، اكس بين الصفر والاثنين، واي نجي نكتب مثلا نرسم الواي، واي يساوي صفر هذا واي صفر، واي يساوي 3 هذا واي 3. صارت عندي المنطقة هذا اكس بين الصفر والاثنين وواي بين الصفر وبين الثلاث. اوكي شباب، يعني معناه اني عندي حدود التكامل او المنطقة موجودة عندي رأسا مباشرة المطور طاني تكامل اكامل مباشرة، اكامل بالنسبة للاكس راح اثبت الواي، تكامل اكس اكس تربيع على 2 زائد الواي ما له علاقة بيعتبره واحد، فتكامل الواحد ايش قد؟ اكس اكس في واي يبقى يعني يبقى واحدة اكس في واي. اوكي، يعني انا ما لي علاقه بالواي، مو تعتبره واحد انه تهم له، لا انا قصدي انه هنا انه اكامل الواي اكامل كانما الواي ثابت، اعتبره ثابت ما اجي على الواي لانه المدى اكامل للاكس اول مره، فراح اكامل الاكس اذا اثبت الواي وصير تكامل واي في واحد يعني تكامل واي في اكس يصير، اعوض حدود التكامل مره الحد الاعلى 2 ومره الصفر، الصفر مبين راح يصفر المعادله، الحد الاعلى يصير 4 على 2 2 زائد 2 في واي يبقى 2 واي ناقصا 0 على 2 0 زائد 0 في واي 0، يعني ما كتبتها هاي انتم لازم تسووها تكتبوها الكل دي واي. هسه بقت معادله تكامل اعتيادي يعني سنجل انتجريشن، تكامل اللي كنتوا تاخذوه سابقا بالمرحله الاولى وقبلها بالاعداديه راح يصير 2 واي زائد 2 واي تربيع على 2 او 2 واي زائد واي تربيع، اعوض حدود التكامل من الصفر للثلاثه راح اعوض الثلاثه واعوض الصفر يطلع هذا الناتج النهائي. If we reverse the order of integration شنو يعني؟ اذا قلبنا حدود التكامل يعني جبنا الدي واي هنا والدي اكس هنا، هذول لازم شو نسوي بهن؟ نستبدلهم. ايش وقت نستبدلهم مباشرة؟ يعني نقدر نستبدل راسا نسوي هاي العملية، شوف السدالة ما لي علاقة بها. دي واي حدود التكامل مال الواي هذه، دي اكس هاي حدود التكامل مال الاكس. ايش وقت نقدر نستبدل؟ اذا كانت المنطقة مستطيلة، شلون اعرف منطقة مستطيلة؟ من اشوف حدود التكامل ارقام فقط. اذا المنطقه مستطيله، اذا كانت حدود التكامل كلها ارقام ثوابت يعني معناها وليس الدوال، اذا هذه المنطقه تكون منطقه مستطيله، لان لو كانت مو ارقام لو كان مثلا كيرف او اي خطوط مستقيمه اخرى راح تكون خطوط مائله وبالتالي هي مو منطقه مستطيله، فما ممكن
استبدلها بصوره مباشره، وراح اشرح لكم لاحقا ليش ما اقدر. هسه من كامل بالنسبه للواي راح نفس العمليه، الاكس ما لي علاقه بي، ذا كامل للواي اثبت الاكس، اكس ما لي علاقه بي يعني تكامل الواحد واحد يصير واي، وعندي اكس موجوده يصير اكس في واي، الواي تكاملها واي تربيع على 2 اعوض 3 وصفر راح يصير هاي المعادله. شوفوا صارت المعادله بدلاله الاكس، بالنهايه بقى بس الاكس وهاي حدود الاكس اللي هي من الصفر للاثنين. اكامل بالنسبه للاكس هسه يصير 3 اكس تربيع على 2 زائد 9 على 2 اكس، واعوض الاثنين ومره اعوض الاثنين والمره اعوض الحد الادنى اللي هو الصفر، فراح يكون بعد التعويض ايضا الناتج يساوي 15. لاحظ انه من حلينا اول مره 15 طلع الناتج، واذا استبدلنا حدود التكامل يعني جبنا الدي واي هنا والدي اكس هنا وذني حدود التكامل بدلناهن راح يكون نفس الناتج يطلع 15. لازم هاي العمليه تكون في استبدال حدود التكامل. راح نجي هسه نستطرق اللي هو موضوع الدبل انتجريشن بالنسبه يعني الجزء الثاني من هذا الموضوع اللي هو التكامل على اوفر نون ريكتانجولار ريجنز. نون ريكتانجولار ريجنز نقصد بها المناطق اللي تكون شكلها الداله او تكامل الثنائي للداله المعرفه على منطقه غير مستطيله. اوكي، اذا كان عندي داله مستمره يعني فانكشن كونتينوس فانكشن، هذه الداله معرفه على منطقه غير مستطيله، فشلون نكون التكامل مالتها؟ طبعا تتبع على حالتين، يعني لو تجي انه حدود الاكس يعني الحاله الاولى اذا كانت الار محدده بالحدود التكامل limits of integration the following limits of integration حدود التكامل التاليه، مثلا اكس بين الاي والبي لكن الواي بين داله الاكس وداله ثانيه للاكس، شلون هاي تكون يعني مثلا؟ هسه نجي نشوفه بهذا الشكل. شوف هسه هنا هذه اكس تساوي اي كونستنت، قلنا كل اكس يساوي كونستنت هو خط عمودي صح؟ والاكس الثاني البي. الواي شو يساوي؟ داله للاكس، والواي الثانيه ايضا داله اخرى للاكس، وبالتالي اني هذه واي داله للاكس تتغير مع تغير الاكس. اذا هل هذه المنطقه مستطيله؟ لا. شلون تعرف ترسمها؟ انت بعد حسب الداله، لو خط مستقيم مائل، لو كيرف منحني، بعد حسب شكل الداله، وبالتالي هذه المنطقه هي منطقه غير مستطيله. فانت لازم ترسم المنطقه على مود تحدد انه هل هي المنطقه مستطيله او لا، وبنفس الوقت راح نستطرق بعدين ان شاء الله او يعني ناخذ لاحقا انه كيفيه ايجاد حدود التكامل من الرسم. انطيك رسم او مباشره انطيك اني مثلا الجزء انه اوضح لك اياه انه تقاطع خطوط، اشرح لك السؤال وانت لازم توجد حدود التكامل من خلال هذا الشرح. لو نلاحظ هسه هنا انه ما نقدر نقول الداله من تتغير، يعني لاحظوا هنا هل الداله هل هذا الجزء المساحه يشبه المساحه او تشبه المساحه؟ لا تختلف. ليش؟ لان الداله تتغير، شوفوا الواي يتغير مع تغير الاكس. اوكي؟ نرجع على شكلنا، وبالتالي لما الواي تتغير مع تغير الاكس، اذا اني ما يصير اكامل اول مره بالنسبه للثوابت بالنسبه للاكس. السبب شنو؟ انه انا عندي واي داله للاكس تمام، فاعوض واي اول مره يعني كامل للواي اول مره واعوض حدود لانه هي اصلا دوال للاكس، وبعدين تبقى الداله بدلاله الاكس واعوض حدود التكامل مالتها اللي هي ارقام، لان الفكره بنهايه التكامل لازم يكون عندي الحل هو عباره عن رقم فاليو قيمه، لازم تكون فاليو، انا لازم عندي قيمه للتكامل ناتج التكامل اللي هو مساحه حجم كتله عزم قصور ذاتي whatever اي شيء كان اخر، المهم لازم يكون عندي عباره عن شنو شباب؟ لازم يكون عندي عباره عن رقم. فبالتالي من اريد اكامل دبل انتجرال للداله على المنطق على دي الكل دي اي، لازم اقول اذا كانت حدود الواي هي الداله للاكس اقول اكامل دي واي واخلي هنا داله الاكس الاولى وداله الاكس الاخيره، وبعدين اكامل دي اكس واخلي حدود الاكس اللي هي ارقام. التقيكم بالجزء الثاني لانه الوقت هسه حاليا صار ضمن الوقت المحدد مال هذا الجزء. شكرا جزيلا.